أصالة حاولت الدوري تكتشفي إذا أسامة المقلب اللي عمله لسه في شغلات ما خلصوا فيه ولا مرحبا صباح الخير. الساعة هلأ عنا 5 الصبح، ما نمنا ولا دقيقة لهاللحظة هاي، وهلأ طالعين على المطار. الإرهاق مليون. أوليك أصالة أصول يا روحه، تعبانة ميتة أصول. صباح الخير أصالة، ما نامت ولا دقيقة، كلياتنا هلكانين. الشناتي كلياتها الحمد لله مطبوبة، ولكن بس حبينا نقول إنه دبي سعودية كلياتهم صاروا جزء منا، تعودنا على ناس كثير هون، صاروا اهل بالنسبة لنا، وكثير صعب نحن نفارقهم، ولكن نفس الوقت كان كل يوم شغل، كل يوم تعب، يوم ورا الثاني عم نطلع محلات، عم نسوي شغلات، وانتم شفتوها، ولكن جزء منا كثير صار ارهاق بالنسبة لنا، وغالبا انتم حسيتوه، فلنا كلياتنا لإلكم، نحن راجعين على كندا بحيث تشوفوا البلوجات القديمة، البيت تبعنا، الطلعات الخفيفة، أصالة عم تطبخ، نحن عم نلعب مع ميلا. وناخذ بريك وباذن الله عائدون بقوه، عائدون باحسن. وبس هي هلا ليكو اجى على الباب بده يجيب شناتي. هلو سير، هاو ار يو، هاوز ات جوينج، كم اون. دولنا الشناتي. على فكره احنا اجينا بثلاث شناتي، هلا صار في 1 2 3 4 5 6. هي غير عربايه ميلا، هذا غير شنطه ميلا الثانيه، هذا غير الشنطه تبعي. يا لوحو، هذا غير ميلا. صباح الخير. يا لوحة انا الثوري. طلعوا كم شنطة. تقول قاطرة مو صفرة. شو أصول، حاسة حالك خلص هيك جاهزة؟ خلاص بيتنا. شفت سمعنا كلامكم. صح سمعنا كلامكم، انتوا اللي قلتولنا على فكرة، انتوا اللي قلتولنا. مجانين فايقين 5 الصبح سمعنا كلامكم، الحين حجزنا طيب. بتعرفي ليه؟ لأنه أظن هن صاروا جد عايشين معنا، فيمكن بعض الأحيان لأنه نحن كثير معجوقين بالضجة، هن يمكن عم بيشوفوا شيء نحن ما شايفينه. صح. فهن أظن أنتوا شفتوا الحقيقة إنه خلص يا ولد رجعوا على بيوتكم ولكن راجعين على بيتنا. ف شوف شو صار ببيتي. اه من ورا أسامة. وين الشنطة يا أسامة؟ ما نسيت. طبعا لما نسافر عم نسافر مع الخطوط التركية. والله يا أصول كيف صارت علاقتنا مع الخطوط التركية؟ سري الله يعينهم علينا. بس لا جد والله ما قصرتوا، شكرا كثير ويعطيكم ألف عافية. جد كل مرة بدنا نسافر أي محل وبس بيظبطونا وبيحاولوا يعملوا كل شيء بيقدروا عليه. شكرا تركيش إيرلاين، يعطيكم ألف 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 عافية. هلا دخلنا على الطيارة. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم اوكي نحن هلا بمطار اسطنبول، قعدنا 5 ساعات بالطياره اللي وصلتنا لاسطنبول، وهلا عندنا 2 ساعة هون، وبعدين باذن الله طالعين على تورونتو، وبعدين بتورونتو عندنا طياره ثانيه على اوتاوا على المدينه اللي احنا فيها. 3 طيارات السفره كلها، ولكن لهاللحظه هاي كانت جدا جدا مريحه مع تركيش ايرلاين. هلا نحن حنروح على اللاونج تبعهم، بدنا ناكل. طبعا اصاله ما قصرت، من دبي ديوتي فري لين هلا وين؟ لا الحمد لله اسطنبول ديوتي فري. شو ناقص هاي؟ وانا بس قاعد طلع انا وميلا هون. حبيبي 1 2. اوه سكير. عم تقول سكيري، يعني انه هي عم تطلع حالها عم تقول سكيري، انه مخوفتها الكاميرا. هلا حناكل ناخذكم معنا وبعدين باذن الله على الطياره، وهدف الرحله انه باخر الرحله ان شاء الله اصاله تشوف البيت بعد ما اسامه كركبه وتعطي تقييمها للموضوع. والشغله الثانيه كمان ميلا كثير متحمسه لتشوف تيتا. يا ماما كثير مبسوطه، كثير متحمسه، وماما كثير متحمسه. ماما على فكره كل يوم تبعت لنا فويس نوت. حاسه امه لانس عم تجهز من يومين كثير.
كثير 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 متحمسة. حاسة أول مرة بصراحة ما فكرت أولى، بس يعني حاسة كثير متحمسة لأروح على بيت. متحمسة تروح على كندا أصالة؟ متحمسة تروح على كندا تنفلي؟ بيعرفني بيعرف قديش أنا وأنس بتخانق بقصة أمريكا وكندا أصالة، يعني بدها تروح على كندا بس أكيد حأندم بس للبلد. لا 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 لا، شهر زمان وبعدين إن شاء الله يعني هذا بريك بريك. هلا اللي ما بيعرف حنوصل على الكروج، يعني إحنا هلا ما عندنا جواكيت، فمين على أساس أسامة حيجيب لنا جواكيت؟ صح صح. حتشوفوا التلج جاهزين؟ اوكي يلا. لا تنسوا كمان اذا انتم جداد على هالقناه لا تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان عائلتنا تكبر، وكمان لا تنسوا تضيفونا على سناب شات على الانستغرام، حساباتنا وين بلايون اصلا حتى تحت بالديسكربشن. وبس هلا صار فينا نقول هبه. شفت الهبه؟ هي بنت، هي بنت تبع. اوكي هلا صار فينا نقول هي بنت. احنا قاعدين هون باللاونج، ليكو ما شاء الله شو بجنن. كل واحدة من هدول شيء يعني غير مشاوي، رز مع باذنجان، مقلوبة، يعني جبت لميلة معكرونة، وهون بينز، وهلا بدي روح جيب سلطات. وانا جبت لي هاي لأن المرة الماضية حبيتها. واو طعمي ميلة طعمي يلا ميمي تعي. يا ليش بس بتاكل معك؟ سخنة 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 يوم. هاني I'm sorry. دخلت لأنه جوا برا والله ما كانت سخنة. هلأ طالعين على الطيارة لا تورونتو، لا بعدين هلأ في 11 ساعة طيران، وبعدين بعدها في عنا طيارة تانية نص ساعة آخر طيارة. أنا فرطت على فكرة، هلأ نامي قد ما فيكي بالطيارة 11 ساعة طيارة. بس خوفي ميلا ما تنام. أوكي سو هلأ ركبنا الطيارة وطلع، هذا كرسي ميلا، هذا كرسي أصول، وهذا الكرسي تبعي. شغلة أخيرة بدنا نقلكم إياها على السريع، إنه أوكي صار شو الشغلة الثانية؟ بما إنه هلا عم نحكي على التركيش إيرلاين لساتنا، في سؤال عن قريب حيعملوا مسابقة، فالمسابقة إنه حيربحوكم تيكتات ويسافروكم حوالين العالم كل العالم. فبس اللي لازم تعملوه تلحقونا على الانستغرام، صح تروحوا تعملوا لهم فولو على الانستغرام، حساباتهم بتلاقوهم تحت الديسكربشن، هو حساب واحد تركيش إيرلاين قريب، يعملوا لهم فولو هونيك واستنوا المسابقة تنزل عن قريب. وبس هلا صار وقت النوم نحن لإلنا. أنا خلص. أنت انتهيتي ها؟ ميمي ميمي ميلا بلاش تلعب، هلا احنا بنطلع. صلى الله ميلا خلص كلياتنا. انا هلا خلاص انتهيت، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انت صاحب السفر وخليفة في المال والاهل والولد. خيرا وصلنا على كندا. طلع ميلا هون عم تلعب، في هنيك واحد بتروح لعنده بتخاف وبتجي. اسمعوا له صوت، اسمعوا صوته ترجع ركض عند امه. عادي طلع 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 رايحة لعنده، عادي بتصرخ بتجي. طب شو رايحة تعملي اذا بتخافي؟ طلع رجعت لعنده يا حبيبتي تعي 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 يا بابا تعي تعي تعي. Thank you so much, really appreciate it. Thank you sir. Hey. Thank you so much sir. Really appreciate it. Bye bye. Okay واخيرا وصلنا على اوتاوا. هلا هون المحل الناس اللي بيستنونا فيه. اسامة لقطناه من هون، ليكو ليكو اللي حيطلع من هون، شايفينه هذا اسامة. طلع اسامة شو جايب؟ جايب جواكيت مشان اوكي اصول. الحمد لله على السلامة يا جماعة. حسيت حالي خلص مكرر شايفين للطلعة. طلع عنده المفاجأة، أسامة طلع مو جاي لحاله. شباب محمد كمان إجا، غسان، مينا، مونيكا، عائلتنا اللي بأوتاوا. والله اشتقنا لكم أقسم بالله. ليك سيارتي. حبيبتي يا الله دود، أقسم بالله العظيم اشتقت لك. طلع القعدة جوا، مو ايجار من محل لمحل. انت كنت معك طول الوقت صح؟ يعني هيك بس تطفش بيجي بطلع هيك. كانت تطفش كثير. يا
يو. هاي. اطلع شو مكتوب هون. وي مست يو. معاجي مسمي. اطلعوا ميلا اخيرا صارت عم تمشي ببيتنا. هاي. او غرفتنا. بابا مسكرة غرفتنا. ميلا هاي. هلا فيك تركضي قد ما بدك من غير ما توقعي، حتى لو وقعتي عادي. هون طلعوا هاي غرفة الكاميرا وهي غرفة تانية. اوه الله. اوكي اشتقنا والله اشتقنا. وطلعوا كمان ماما شو طبخت لنا. يا عيني مقلوبة. طلع طلع مين طلع. يا عيني. هاك 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 هاك. اوكي طلعوا. يا عيني على التصبيط. يسلموا ايديك يا ماما، يعطيك الف عافيه. واو ما شاء الله طلعوا مقلوبه. يا عيني. اصاله حاولتي تدوري تكتشفي اذا اسامه المقلب اللي عمله لسه في شغلات ما خلصوا فيه ولا في ليكو الشجره اللي ماتت. اوبا اسامه عم تقتل شجر هلا؟ لا لا بس انا انتم عم تسووا شو عمل انا؟ شو قصه؟ شايك فوق. اوكي شايكي فوق قولي لنا. الحمد لله على السلامة، وصلنا واخيرا. ومثل ما شفت سمعنا كلامكم واخذنا ثلاث طيارات وصلنا وهلكنا وتشنطتنا، ولكن انبسطنا. انبسطنا بصراحة كثير، كمان انبسطنا بالاستقبال. وطلع صرنا هون ببيتنا وطفات الماما والدنيا حلوة. وميلا صار طلعت تتمشى بالبيت وتروح في المطرح. حاسة مو ببيتي، حاسة لك هيك مثل احساس غريب علي. احساس غريب، ولكن ان شاء الله يوم بعد يوم حنرجع نحس نحن بالبيت. هلا صار لازم ننام فبس. والله شكرا لكم وهيك يعني هيك. هيك اوكي وصل وصل. شكرا يا ماما، شكرا حبيبتي. ما بعرف اذا مبينه انت ولكن شكرا ماما. اوكي اذا انتم جداد على هالقناه لا تنسوا تعملوا سبسكرايب مشان عائلتنا تكبر، وكمان لا تنسوا تضيفونا على سناب شات على الانستغرام. كثير كثير مبسوطين جد على مبسوطين. وهلا حنرجعوا الفلوجز مثل ما كنتوا. يس لتذكرون. عموما هلا صار فيني اقول مني ومني ومن ميلا. هلا صار فينا نقول تصبحوا على خير. باي. بو 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 بو